هذه قصة أضحكتني. قرر أحدهم أن يهاجر من العالم كله، فسألوه لماذا؟ قال بسبب الشواذ، فاستغربوا ما علاقة ذلك. قال قبل 300 عام كانت عقوبة الشذوذ هي القتل بالإغراق، ثم قبل 100 عام أصبحت العقوبة هي القتل بالشنق، ثم قبل 50 سنة أصبحت العقوبة الجلد مع سجن لمدة 20 عام، ثم قبل 20 عام أصبحت العقوبة هي غرامة مالية مع سجن لمدة 2، ثم قبل 5 سنوات أصبحت العقوبة فقط غرامة مالية بسيطة مع إطلاق سراح. قالوا لم نفهم لماذا ستهاجر. قال سأرحل قبل أن يجعل الشذوذ إجباري. وبالفعل الآن من يحرم هذه الظاهرة يسجن ويغرم، وهذا ما حدث بالفعل مع اللاعب المصري محمد أبو تريكة. حرم الشذوذ فهاجمته كل الصحف الأوروبية، بل ويستنكرون أنه من أناس يتطهرون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وبالفعل الآن في بعض الدول الأوروبية لو كنت تعيش هناك إذا قلت الشذوذ حرام قد يتم سجنك أو سحب حضانة أطفالك منك أو ترحيلك. صدق الله تعالى أنهم سيقولون أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. حتى اللاعب المصري محمد صلاح عندما سئل عن رأيه بشرب الخمر لم يجرؤ على تحريمه، بل قال أنه لم يجربه ولا يشعر في نفسه رغبة لشربه، لأنه يعلم إذا قال حرام هذا فعل مجرم قانونيا في الغرب. فما رأيك أن ننظر لهذا الأمر من زاوية مختلفة؟ على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تيك توك أصبحنا نرى بعض الشواذ هناك يتباهون بأنفسهم. على الأغلب خطر في بالك الآن واحد أو اثنان منهم، صحيح هم في الأغلب ذكور ولكنهم يلبسون كالنساء وغيروا في أشكالهم وملامحهم تشبها بالنساء لدرجة أنك أحيانا تشعر أنهم بالفعل يشبهون النساء، أمر مقرف. لذلك لن نتكلم عن أشخاص بأعينهم لأنه إياك أن تناقش منتفعا، فأغلب الشواذ الذين تراهم على مواقع التواصل الاجتماعي هم بالفعل منتفعون ويأخذون دعم مالي مقابل هذا الفعل والترويج له. أو أخبرني عن شاذ فقير، صدق لي لن تجد. قبل عدة سنوات عملت روبورتاج في الشارع حول أسئلة عامة، فصادفت أحد الشواذ فغيرت السؤال مباشرة وقلت Why are you gay؟ أجابني أنهم لم يصبحوا هكذا باختيارهم، بل بسبب أنهم يملكون خلل في جيناتهم وهرموناتهم، وقد يكون هذا منذ الولادة، وهذا الذي يجعلهم يعيشون في جسد ليس جسدهم طوال الوقت. يا حرام، طبعا يا حرام بين قوسين. على فرض أنه توجد مشكلة في جيناتك، كيف تعتبرها مبرر لفعلتك؟ أنه على الطرف الآخر سيأتي المجرمون والقتلة ويخبرونك أنهم أقدموا على فعل القتل بسبب جيناتهم، وسيأتي أيضا مغتصبي الأطفال ويقولون بسبب جيناتهم أصبح لديهم ميول للأطفال واغتصابهم، فلا يجب أن يتم معاقبتهم، هذا الأمر فوق إرادتهم بسبب جيناتهم. أو سيأتي أحد المتابعين الكرام الآن بسبب جينات لديه، ربما لنفترض هذه الجينات تجعله يكره الشواذ، يأتي ويعتدي عليك، هل تقبل اعتداءه؟ فهذه فرضية لا يمكن الاتكاء عليها منطقيا إلا في حالة واحدة إذا عممتها، بحيث أن كل شخص لديه جين شاذ لا يجب أن يحاسب عليه، ولكنك لن تجدهم يجرؤون على فعل ذلك حتى لو كان هذا الجين لفعل جيد. والدليل في أمريكا في جميع ولاياتها يسمح بزواج المثليين من بعضهم بسبب أنهم مقتنعون أنها بسبب جينات لديهم، ولكنهم لا يسمحون إطلاقا بتاتا بتعدد الزوجات هناك. طيب افترضوا أنها جينات مثلا، يوجد تناقض غريب يجعلك كشخص مفكر تقول يوجد هنا شيء خطأ، الأمر لا يتعلق بالجينات. طبعا لا تركز على مسألة تعدد الزوجات، هي فقط للشرع بالمنطق، هذا فعل جيد ومكرم. راحت علينا الدراسة التي يتغنى بها الشواذ أجريت عام 1993، هي أسئلة سوداء. وجدوا في الدراسة أن هناك جين مشترك بين الشواذ، هذا الجين اسمه XQ28، من يولد به هذا الجين يصبح شاذ جنسيا، أهو دليل علمي. هذه الدراسة انتشرت بسرعة في الأوساط العلمية وفرح بها الملحدون والشواذ، الملحدون لأنهم فرحوا بإثبات أن كل شيء مرتبط بالجينات حتى الإله، ولكن أبشرك هذه الدراسة ليست صحيحة، لأن من القواعد العلمية لأي بحث علمي أن تكون نتائجه متكررة، يعني لو قام بهذه الدراسة فريق آخر يجب أن يحصل على نفس النتائج. هذه الدراسة قام بإعادتها الكثير من الباحثين ولكنهم لم يحصلوا على نتائج تدعم هذا الادعاء. مثلا فريق من الباحثين في جامعة نورث ويسترن الأمريكية عام 2014 أجروا فحص على الحمض النووي ل400 ذكر من المثليين الجنسيين،
ولم يجدوا جين واحد مسؤول عن توجههم الجنسي. هذه الدراسة أجريت بعد 21 سنة من دراسة XQ28، يعني تطورت الأجهزة، طبقة الشواذ الذين تم فحصهم كانت أكبر، ولم يحصل على نتائج تدعم هذه الدراسة. في دراسات كثيرة، بحث نشر في مجلة ساينس، نفس المجلة التي نشرت بحث XQ28، قالوا أيضا أنهم لم يجدوا نتائج متشابهة مع هذه الدراسة، مع أنهم أجروا البحث على طبقة أكبر من المثليين. طبعا هذه الدراسة نشرت باستحياء، من يجرؤ في المجتمع العلمي الغربي على تجريم المثلية؟ يحبس. إذن نستنتج من هذا الكلام أن الشذوذ علميا ليس دافعه جيني كما يروج له البعض، وليس له علاقة بالجينات لا من قريب ولا من بعيد، حتى أنه في دراسة كبيرة جدا جاء فيها أن الصفات الجسدية أعقد من أن ترتبط بجين واحد أو أكثر، فما بالك بالصفات النفسية كالشذوذ، يعني جاي تربط لي إياها بجين واحد ولا حدهم أيدك بهذه الدراسة. الجين العام عندي اشتغل، لا تعصبوني. الجمعية الأمريكية لعلم النفس أيضا لم تثبت وجود أي دليل جيني للشذوذ، وكتابي جيناتي من جعلتني أقوم بذلك كتاب رائع أيضا لم يثبت إطلاقا وجود أي ارتباط للجينات بالشذوذ. قد تقول ما الذي يجبر العالم على تقبل هذه الظاهرة بل ودعمها؟ السبب أن نسبتهم ليست منخفضة، يشكلون 4% من العالم، ولكن السبب الرئيسي هو مفهوم الحرية الشخصية في الغرب، فالإنسان هناك يملك جسده، يحق له أن يفعل ما يريد به، يحق له أن يضع الوشم، أن يشرب الخمر أو حتى ينتحر. طبعا نحن في الإسلام هذا المفهوم لا غير متقبل لدينا، أعزنا الله عز وجل بالإسلام، نحن نعلم أن جسدنا أمانة سنحاسب عليه وعلى التقصير به، لذلك شرب الخمر ووضع الوشم والانتحار محرم لأنه يضر هذا الجسد المؤتمن عليه. أما في الغرب تجد شعارات مثل حب الأشياء love things، يعني ليس من الغريب أن تسمع خبر زواج ملاكم من لعبة بلاستيك أو زواج رجل من حمار بالمعنى الحرفي، كلها وقائع حقيقية حدثت، ابحث عنها. قد تقول الآن يا محمد يخلف عليك يعطيك العافية شرحت لنا، ولكن العالم الآن اعترف بالشذوذ already. هناك مصطلح اسمه الهوموفيليا، رهاب المثلية، أي شخص يعادي المثلية يجرم قانونيا، ومنظمات كبيرة في العالم أطلقت قرارات لمكافحة رهاب المثلية مثل منظمة أنباء الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التي تخبرك أن أي علاجات تغير التوجه الجنسي ليس لها مبرر طبي وتضر بالصحة. يعني حتى لو جاء طبيب الآن وقرر أن يصنع أو يبحث في دواء لعلاج الشذوذ الجنسي يجرم قانونيا لأن هذا ليس صحي وغير مبرر، هذا ما تخبرك إياه منظمة الصحة العالمية. لذلك إذا أردت كشخص باحث أو عالم أو حتى شخص عادي بفطرة سليمة أن تبحث في الدراسات الأجنبية حول الشذوذ، تأكد أنها ليست حيادية ولا يجب أن تكون لك مرجعا أساسا. تخيل هذه الظاهرة وقبول المجتمع لها بادعاء أنها مرتبطة بالجينات فتحت الباب أمام منظمات للدفاع والمطالبة عن حقوق البيدوفيليا، اشتهاء الأطفال. هذه المنظمة هي أكبر مدافع ومؤسسة تدافع عن حقوق البيدوفيليا، تدافع عن من يشتهون الأطفال جنسيا، تقول أنه يجب أن يصبح هذا الفعل قانونيا، واعتمدت على نفس الأسباب التي اعتمد عليها الشواذ في بداياتهم، الأمر جيني، الأمر يوجد في ثقافات وشعوب مختلفة، الأمر يوجد لدى بعض الحيوانات بطريقة طبيعية. تخيل نحن أحبتي في الله نسير نحو الهاوية بوتيرة متسارعة، حتى أكون صادق معك، المفسدون في الأرض لم يكتفوا بنشر الإباحية ثم الشذوذ ثم الآن يطالبون باشتهاء الأطفال ممارسة الجنس معهم، ولكن تتخيل ماذا سيحدث بعد. والله صدقت يا رسول الله عندما قلت سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا عجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان.